لا النهارده ما كانش فيه ماتشات في الدوري الاسباني، ماتشات اتلغت في الدوري الاسباني. لا انا اصلا كمان نظري ما بيجيبش السطر الاولاني، انا ببتدي ايوه السطر الثاني. اشبيليه خسر من ايبار 0-1، وساسونا فاز على اتلتيك بلباو بهدف دون مقابل، واتلتيكو مدريد فاز على ريال بيتيس 2-0، وبرشلونه خسر من ريال مدريد 1-3. طيب طالما انتم مصرين ان انتم تدخلوني في ماتش برشلونه يعني ماشي، طب خلينا نقول كلمتين. الماتش ده تعالى بقى خلاص، تعالى تعالى خلاص، ما انتوا اللي انتوا عايزينه عملتوه خلاص، احرجتوني قدام الناس خلاص.